هل تعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب؟ أنا لست محاميا، ولكن هناك محكمة جنائية دولية ستتولى التحقيق، وعدة بلدان طلبت من المحكمة الجنائية الدولية فتح قضية. بالتأكيد ما حدث في الحدود بين غزة وإسرائيل وحماس يجب أن يعتبر جرائم حرب، لكن ما حدث في غزة يجب أن يدرس وفقا للقانون الدولي وتجمع الأدلة. أنا لست محاميا، لكن عدد الضحايا وعدد الضحايا في صفوف الأطفال على وجه الخصوص عالي جدا، لا يبعث على الاعتقاد بأن ما يتم وفقا للقانون الدولي. بالإمكان عمل المزيد وينبغي عمل المزيد للالتزام بهذا القانون. هل موقف الاتحاد الأوروبي أن ما قامت به حماس في 7 أكتوبر جرائم حرب؟ نعم، نحن نعتبر ذلك جرائم حرب، لأنه قتل المدنيين بشكل واضح من دون أي سبب، قتلهم فقط لأنهم كانوا هناك ليس لسبب آخر. لكن سيد بوريل، قلت للتو عندما سألتك عن إسرائيل أنك لست محاميا، فكيف يكون هذا الوضوح في اتهامك لحماس أنها قامت بجرائم حرب، وعندما أسألك عن إسرائيل تقول أنا لست محاميا كما يقول ساسة غربيون كثر؟ ولهذا السبب كثيرون يتهمونكم بازدواجية معايير واضحة.